يهدد مرضاي أنا رح أواجه. تميز مسلسل عالم الست وهيبة في جزئه الثاني بعدد كبير من النجوم العراقيين استقطبهم المسلسل، ما جعله واحدا من أضخم الأعمال إنتاجا خلال الموسم الرمضاني. 59 شخصية رئيسية وأكثر من 120 شخصية ساندة تضمنها المسلسل، الذي بدأ بحصد شعبية كبيرة في المجتمع العراقي فور انطلاق بثه على شاشة يو تي في. أدوار البطولة في المسلسل جسدت على يد أهم النجوم العراقيين كغالب جواد الفنان الذي كانت انطلاقته الأولى للجمهور عبر الجزء الأول، إضافة إلى الفنانة القديرة فوزية عارف صاحبة التاريخ الكبير في السينما والتلفزيون، إذ جسدت دور الست وهيبة في الجزئين. الانتقال من الكوميديا إلى التراجيديا في لحظات وإتقان الدور بشكل كبير كان صفة النجوم الكبار في المسلسل، زهير محمد رشيد النجم الكبير وأحسان دعدوش الفائز أكثر من مرة بجائزة أفضل ممثل كوميدي، إضافة إلى الفنان الكبير عبد الستار البصري الحائز على عديد من الجوائز المحلية كأفضل ممثل كوميدي وتراجيدي بعد أن تعالى على مرضه ليقدم دوره بالتلقائية ذاتها التي اعتاد عليها المشاهد منذ 3 عقود. الأستاذ عبد الستار البصري وجه له تحية وإن شاء الله الله يعطيه الصحة والعافية. بداية التصوير أنا لما يعني اجتمعت بيه وحكيت وياه، والله الرجل هو يعني كان يتحدى المرض ويتحدى الألم، وهو إلي قال لي أنا الألم أنا راح أخليه جوايا في سبيل بس حتى أنه أطلع بالصورة الصحيحة. والله أنا أقول لك يا هو كأنه ممثل شاب، يعني الله يوفقه ويعطيه الصحة، يعني رجل متقبل للملاحظة ومحب أيضا للعمل بشكل فوق ما تتصور. جميع أجيال الفن العراقي اشتركوا في عالم الست وهيبة راسمين لوحة جمال وإبداع جعلته في قائمة أولويات المشاهدة لدى الجمهور العراقي. حقيقة هاي المجايلة بين جيلين جميلة جدا، أولا أنه الكم بهذا العمل كبير جدا بين فنانين كبار لهم وزنهم الفني لهم حجمهم، أسماء لامعة ونجوم عرفناهم منذ الثمانينات وقبل الثمانينات ولحد الآن هم في رصيدهم أعمال درامية مهمة جدا. وخلال 7 أيام من عرضه فقط تجاوز عدد مشاهدات مسلسل عالم الست وهيبة 9 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب فقط، ما يجعله اسما يضاف إلى عدد من الأعمال البارزة في الإنتاج التلفزيوني العراقي. حيدر البدري، يوتيفي، بغداد.